السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا ناس في الدنيا؟ ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد عن البرازيل. البرازيل دولة في أمريكا الجنوبية، جميع الدول العربية تحتاج إلى تأشيرة لدخول البرازيل ما عدا دولة تونس. سابقا التوانسة بيخش تونس أو المغرب، مش متذكر بالظبط، بس بتهلي تونس بيخش البرازيل من غير تأشيرة، وبعض التأشيرات الصحية بتكون مدتها سنة. البرازيل دولة كبيرة جدا جدا، أكبر دولة في أمريكا الجنوبية، وعاصمتها برازيليا، وأهم المقاطعات فيها ساو باولو. البرازيل من أخطر الدول في أمريكا الجنوبية يا جماعة. عدد سكان البرازيل 200 مليون، وإحنا عارفين كلما زاد السكان زاد الانفلات الأمني. البرازيل الدولة الوحيدة في أمريكا الجنوبية اللي بتتحدث اللغة البرتغالية، جميع دول أمريكا الجنوبية بتكلموا اللغة الأسبانية ما عدا البرازيل تتحدث اللغة البرتغالية لأنها كانت احتلال برتغالي. تحد البرازيل من الشمال دولة كولومبيا وسورينام وغويانا والمحيط الأطلسي، أما من الغرب فتحدها دولة الأرجنتين ودولة البيرو والباراغواي وبوليفيا. من الغرب، شوفوا كم دولة من الغرب، 4 دول. طويلة البرازيل، طويلة 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 على المحيط الأطلسي. ويحد البرازيل من الجنوب دولة الأوراغواي. يا جماعة في فرق بين الأوراغواي والباراغواي، دول دولتين في ناس كتير بتتلخبط بيناتهم. الباراغواي دولة والأوراغواي دولة. البرازيل يا جماعة دولة كبيرة كبيرة فوق ما تتخيلهم. تعرفين مساحتها كم؟ مساحتها 8 مليون كيلومتر، يعني عدد سكانها 200 مليون، والمساحة 8 مليون كيلومتر. عملة البرازيل هو الريال البرازيلي. وبعدين أي واحد مسافر أي دولة في دول أمريكا الجنوبية لازم يعدي على البرازيل ترانزيت، لازم. لو انت طالع من مصر رايح الارجنتين لازم ترانزيت البرازيل. لو انت في الخطوط التركية او الخطوط الاماراتية بتطلع من مصر مثلا، ترانزيت اسطنبول، ترانزيت ساو باولو، وتخش على الارجنتين او تشيلي. نفس الوضع لو الخطوط الاماراتية تطلع من مصر على ابوظبي، ترانزيت دبي 3 ساعات او 4 ساعات حسب الترانزيت بتاعك، وتطلع ترانزيت البرازيل دايما ساعة، دايما ترانزيت البرازيل ساعة. وفي الطيارة ما بتخرجش من برا الطيارة، اللي الجماعة بتوع البرازيل بيطلعوا ينظفوا الطيارة وانت قاعد ماشي، وتطلع الدولة انت رايحها اذا كان الارجنتين او تشيلي، ولكن اجباري ترانزيت البرازيل يا جماعة. البرازيل دولة مسيحية، ولكن يوجد بها جالية عربية مسلمة كبيرة جدا جدا، ومن أهم الجنسيات الموجودة في البرازيل هي الجنسية اللبنانية. اللبنانيين يا جماعة موجودين في البرازيل بكثرة، وعندهم مشاريع، عندهم مطاعم، عندهم محلات موبايلات. في مطعم مشهور اسمه مطعم الموال، والله مشهور، بيعمل أكل عربي وموسيقى وحاجات عربية كده. هو موجود في ساو باولو مطعم أنا ما بعملش دعاية، بس أنا بقول الجنسية اللبنانية موجودة بكثرة في البرازيل. ليه؟ هما من زمان ومعهم جنسيات وصاروا برازيليين، يعني بيتكلموا اللغة البرتغالية وصاروا من أهل البلد. كرة القدم يا جماعة من أهم الرياضة في البرازيل، ومنتخب البرازيل هو أفضل المنتخبات في العالم في كرة القدم. لو فاكرين البرازيل خدت بطولة العالم أكتر من خمس مرات. برازيل دولة جميلة جدا جدا للسياحة وليست للعمل. دول أمريكا الجنوبية يا جماعة كلها دول استثمارات ومشاريع، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده في الأرجنتين وتشيلي. دول ليست
للعمل، لأن المسافة بعيدة ودسكر الطيران غالية. عشان تنزل أجازة زي الخليج والأردن وكده هتضيع كل اللي صرفته في دساكر الطيران. البرازيل أشهر دولة في العالم في صناعة القهوة البن، وعندهم أنواع كتير أوي من القهوة، يعني عاوز أحلى قهوة موجودة في البرازيل. غير بقى الاحتفالات الموجودة، كل شهر عندهم احتفال. البرازيل مليانة مطارات يا جماعة، مليانة. في ساو باولو تلاقي مطار، في برازيليا تلاقي مطار، في ريو جانييرو تلاقي مطار، بغير المقاطعات التانية بقى مليانة مطارات. أكتر جالية موجودة في البرازيل في الاستثمارات الجالية اليابانية يا جماعة. اليابانيين موجودين بكثرة يا جماعة، عندهم مصانع وعندهم شركات وعندهم مشاريع، موجودين بكثرة. على فكرة في جزيرة جنب البرازيل اسمها سورينام، قريبة جدا من البرازيل. وغيانا الفرنسية برضو، غيانا الفرنسية قريبة جدا جدا. على فكرة غيانا دي بتتكلم فرنساوي، هي تبع فرنسا. ماشي، نصيحة لو انت مرتاح في الخليج خليك، لان البرازيل زي ما قلت لك دولة استثمارات مش دولة عمل. ماشي، الجنسية البرازيلية وجواز سفر البرازيل قوي جدا جدا، بيدخلك اكتر من 140 دولة من غير تأشيرة يا جماعة. والبرازيل تدي الجنسية للي معاه الإقامة الدائمة أكتر من 3 سنوات من حقه يقدم على الجنسية. ماشي، ولو أنت دخلت البرازيل سياحة وزوجتك حامل، المولود بياخد الجنسية وأنت وزوجتك بتاخدوا الإقامة الدائمة، وتقدر تقدم على الجنسية بعد الإقامة الدائمة بسنة، بس يشترط أن تكون متقن للغة البرتغالية والسجل الجنائي بتاعك يكون كويس، ما فيش جرائم ما فيش حاجات من دي، ولازم تكون عايش في الأراضي البرازيلية، يعني مقيم في الدولة، مش تكون خارج البرازيل وتقدم على الجنسية. أي شخص في العالم دخل البرازيل تهريب يقدر يقدم لجوء، في لجوء إنساني وفي لجوء سياسي. مجرد ما تقدم اللجوء بتحصل على البروتوكول البرازيلي من الشرطة الفيدرالية، والبروتوكول ده تقدر تشتغل بيه وتفتح حساب في البنك زيك زي اللي معي إقامة بالظبط لحين البت في أمرك، يعني تقدر تحصل عمل وانت معاك بروتوكول برازيلي، تقدر تفتح حساب في البنك وانت معاك بروتوكول برازيلي لحين البت في أمرك، إذا كان اللجوء سياسي أو إنساني. للمرة الأخيرة لو انت مرتاح في بلدك بلاش البرازيل. البرازيل أخطر دولة في العالم يا جماعة، أخطر دولة في العالم. وانتظرونا في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.